لدينا طاقات من الشباب ولدينا حاجة مساعدة الناس جميعاً، مساعدة الجهات المعنية ودعم الكشافة والمرشدات معنوياً ومادياً بدون أي إكمال وجه. لذلك يقوم تنمية الشباب والشابات وصقل مواهبهم، ذلك من خلال تفعيل نشاط المركز الكشفي والتدريبي والإرشادي بتعز، والذي يعد النواة الفعالة في الأنشطة، الذي يعد النواة الفعالة المتطورة في أنشطة الحركة الكشفية الشبابية التي تخدم المجتمع. كون الحركة الكشفية هي حركة تربوية تطوعية غير سياسية مفتوحة للجميع دون تمييز بين الجنس والعقيدة، وفقاً لأهداف الحركة الكشفية السامية التي أسسها اللورد روبرت بادن باول في العالم 1907. منذ بداية العام الدراسي 2007-2008 قمنا بمتابعة الأنشطة في المدارس الإرشادية بعد التوجيه من إدارة مكتب التربية بتعز بقيادة الأستاذ عبد الواسع شداد، وهذه المدارس الحكومية والأهلية تفاعلت تفاعلاً ملموس، وقد تفاعل جميعها الكثير منها وبذلك المدارس الأهلية، وكان لنا المتابعة والجهود الذاتية والدعم المقدم لنا من الأخ مدير مكتب الشباب والرياضة، فله الشكر والتقدير في إعادة تفعيل النشاط الكشفي وإظهاره أمام الإخوة الجميع. الشكر كل الشكر يعود إلى مكتب الشباب والرياضة وإلى الإخوة في مكتب التربية والتعليم وإلى المفوضية الكشافة والمرشدات الذين قدموا لنا هذه العروض وهذه الأنشطة لإنشاء هذه المخيمات ولتمثل بداية لإستعادة نشاط الحركة الكشفية في تعز. الحركة الكشفية في تعز كانت سباقة في منذ فترة طويلة ومنذ بداية السبعينات والثمانينات لعبت الكشافة والحركة الكشفية في تعز دورا كبير ونشاط كبير، وكانت تحتل المرتبة الأولى على المستوى الحركة الكشفية اليمنية. فشكرا كل الشكر لكل لمكتب الشباب والرياضة وإلى كل شبابنا في الحركة الكشفية والمفوضات الكشافة والمرشدات، وأرجو أن يستمر هذا التنسيق ما بين مكتب التربية ومكتب الشباب والرياضة لاستعادة النشاطات الشبابية المختلفة. أرجو ألا يكون هذا المخيم هو الأول والأخير، هذا المخيم هو الأول ولكن ستتبعه مخيمات. أنتم من كنتم متواجدين في هذا المخيم ستقومون بنقل هذه الخبرات والمعارف التي اكتسبتموها في هذا المخيم إلى مخيمات أخرى في مدارسكم. كل مدرسة كان فيها مشاركين في هذا المخيم يجب أن يعقدوا مخيم لمدرستهم لأكبر عدد موجود من الطلاب، على أساس
نوجد نوع من الضبط الإداري داخل المدارس برافقة الإدارات المدرسية. أشكر كل من حضر وساهم ورتب وأعد لهذه الفعالية، وخصوصاً وفي مقدمتهم مكتب الشباب والرياضة الممثل بالأخ أيمن المخلافي، ولكم جميعاً كل الشكر والتقدير. هذا المركز الكشفي حق الكشافة يوم اللي جينا من القرية علشانه، وانت تقولي لي الاتريك مو من اتريك. الكشافة حقنا هي عبارة عن أنشطة وفعاليات ومراكز تدريب وتأهيل الكشافة، فيبا جميع الأنشطة، فيبا من سكتش، فيبا الطائرة، كرة القدم، تنس، كذلك في معانا مخيم أو الخيمة التي تكون بداخل المخيم أو المركز. صراخ بالله ونستفيد منه، ما يدينا إحنا حقا أكل الشرب والراحة والرجعة، من اللي يدعمكم؟ الذي يدعمنا طبعاً هو مكتب الشباب والرياضة، وهو الذي يقوم بدعم جميع الأنشطة والفعاليات داخل المركز. أها الله يفتح عليك وقايد، قلت لي دحين أنا إيش تعرف؟ مو هي الكشافة، مو هو طيب، مو هدفه، مو تعريفه، مو هي لحق بننا. طبعاً تعريف الحركة الكشفية هي حركة تربوية تطوعية غير سياسية موجهة للفتية والشباب دون تمييز بين الجنس أو الأصل أو العقيدة، وفقاً للهدف والمبدأ الذي عبر عنه مؤسس الحركة الكشفية. أها دحين اسمع يا قائد، لحنا نجي نتسجل معاكم بالكشافة دي حقكم، أجينا من البلاد، عندنا بالبلاد ما فيش كشافة ولا في انشطة، قالوا بمدينة في انشطة وكشافة، دحين نجي نجيب مخيم هذا حقكم الصيفي مدري الكشفي. خلاص تمام، بس قبل التسجيل ضروري يكون في حفل وعد القبول الذي يقبل فيه بو الكشاف. كيف يجي؟ حفل مو؟ حفل وعد القبول. الله أكبر عليك يا قبول، مدرب اسميك ها؟ مدرب يقوم اسميك يا قبول. أنت اكشف أب مدري فيسبوك مدري تيكرام، أما ماذا قل لي أنت روبو؟ أتعرف عليك بو؟ الله أكبر عليك، مو من حفل قبول يا قبول. يا حق مش اسمه، أنا أقول لك حفل اسمه حفل وعد القبول يقبل فيه بو الكشاف. الله أكبر عليك، قلت بديت غير عليك أحسب اسميك. قلت بريح قلت قشننكم. طيب يا قائد دحين ونعمل اللي احنا نجي للسجال. أعد أن أقوم بأقوي نحو الله ثم الوطن وأساعد الناس في جميع الظروف وأعمل بقانون الكشافة. طيب يا قائد. يا حق طبعا هذا وعد حافل القبول، أول ما يوصل يفعل كذا بيده يقول أعد أن أقوم بما يجب علي نحو الله ثم الوطن وأن أساعد الناس في جميع الظروف والأحوال وأنا أعمل بقانون الكشاف. أها وصلنا لأخويا. طيب يا قائد مصلو القانون هذا، القانون مصلو؟ أيوة القانون هذا هي بنود تذكر وكذلك الطالب يلتزم فيه به. بيقول لنا واحد من الكشافة البنود التسعة العشرة: صادق، مخلص، نظيف، ودود، باش، نافع، ماشي وسيخ، مقتصد. أها طيب يا قائد يعني لازم يكون هذه المواصفة كلهم بالكشافة؟ أكيد يكون ضروري متخلق بالصفات هذه العشر. وقائد وإحنا منك شكون الدين إحنا لهنا؟ أنت دارب بلد بعيد، ما معلش حق السرعة ولا حق الرجعة. لا أكيد إحنا قلنا تكلمناكم إنه أي نشاط يقام أو أي مركز كشفي يقام ضروري يكون في معه مواصلات للمشاركين في السرح والقاية. يعني مواصلات عليكم على حسابكم؟ أيوة أكيد المواصلات علينا. من الدعم حق المؤسسة هذه مدري حق الفرقاشة مدري الكشافة مدري ما نجاري؟ الدعم مكتب الشباب والرياضة. الله يفتح عليك، الله يحفظك يا مكتب الشباب والرياضة. لحين اسمع يا قائد. أيوة لحنا نجي نسجل ونجي معاكم بس البلاد بعيد والسيارات شو نتأخر عليه معنا والله 250 حق مواصلات انا وقبول. انا شروح انا الصبح خلاص تمشوا ليش نروح نمشي؟ لا اين بتمشوا اين بتروحوا؟ الان احنا بنروح نحضر حفل اختتام المركز الصيفي الكشفي. احتفال؟ ايوه في حفل. شروح الاحتفال، انا بصر الاحتفال هذا هنا في التلفزيونات سيدي المريق بس اول قسم الكرسي اول بصره. مع السلامه مع السلامه. واحد ارجع الى هنا قبول، الله يقضي فيك. انت سعقرت لما يفصل حبه موزق فيس بعده. أنا أول، أنا الرجال شجاع. من هنا بمصرهم؟ شجاع بمصرهم من أولا. دحين نسير نحتفل يا قائد معاك. أيوة الآن بنروح والمركز قريب مش بعيد.
الله يفتح عليك. هيا قايد نسير نحتفل معاك. يلا نروح نحتفل. طيب بتر يلا يلا يجينا. اذا شكرا لهؤلاء الكشافه على ما قدموه. وخلال الفتره السابقه نفذ فريق الكشافه والمرشدات والجواله عده انشطه، ابرزها المشاركه في اسبوع المرور العربي من خلال النزول الميداني لمساعده رجال المرور في الجولات وبرنامج توعيه في المدارس والجامعات. وها نحن في هذا اليوم نحتفل باختتام المخيم الصيفي الاول للمهارات الكشفيه والارشاديه الذي استفاد منه جميع المشاركين من خلال اكتساب مهارات عديده في مجال الكشافه والارشاد والاسعافات الاوليه وغيرها من المهارات. وهنا نؤكد ان نشاط الكشافه والمرشدات هذا العام سيفاجئ الجميع من خلال تنفيذ برنامجا متكاملا بالتعاون مع مكتب التربيه والتعليم ونشاط فريق الجواله بالتنسيق مع جامعه تعز. واخيرا دعوني اقدم الشكر والتقدير لمحافظ محافظه تعز الدكتور امين احمد محمود الذي يعمل جاهدا لتطبيع الاوضاع في المحافظه وتفعيل المؤسسات وعوده الحياه لجميع المرافق الحكوميه ودعمه واهتمامه بالانشطه الشبابيه والرياضيه. كما اجدها فرصه لدعوه جميع الشباب والرياضيين في محافظه تعز لتهيئه انفسهم خلال الايام القادمه القريبه للمشاركه في البرنامج الشبابي والرياضي في مختلف الالعاب الذي سيدشنه مكتب الشباب والرياضه بدعم من وزير الشباب والرياضه الاستاذ نايف البكري ومحافظ محافظه تعز الدكتور امين احمد محمود. القائد الكشفي بسام، القائد الكشفي وسام مهيوب، القائد الكشفي بلال، القائد الكشفي سنان، الاستاذه مها ناصر. تليها ايضا اختتمنا اليوم الاحتفال باختتام المخيم الصيفي للكشافه والمرشدات والذي اقيم بمدرسه نعمه رسام لمده 4 ايام. طبعا استفاد منه الكشافه والمرشدات، استفادوا الكثير والعديد من المهارات القياديه منها الربطات وبعض والاسعافات الاوليه وعده مهارات. اليوم كان الاحتفال الختامي، تكرموا فيه بعدة مدارس، كان منها مدارس حكومية ومدارس أهلية، وعدد من مدراء المدارس والمدرسات والقيادة في داخل المحافظة. المركز الكشفي الأول للمهارات الذي يقيم في مدرسة نعمة رسام كان طبعا في بو جميع الفعاليات من كرة قدم وأنشطة ومهارات كشفية، كذلك نصف خيمة، كذلك فعاليات في الإسعافات الأولية دورة، كذلك يعني احتوى المركز الكشفي جميع الفعاليات وجميع الأنشطة داخل مدرسة نعمة رسام. هذا الذي كان خلال المركز خلال 4 أيام في الأسبوع الذي مشى في العطلة الصيفية